السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة مطبخ الشافة تمزرة. كيفما توقعتم معايا دائما الجديد في الجديد، اليوم جيتكم بواحد الكلاص فردي رائع 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 ومكونات جد 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 بسيطة، وكيخرج كمية اللي هي زوينة، وصراحة غادي يبغيوه الوليدات بواحد الشكل كبير والكبار ولا أروع. ما نطولش عليكم، وقبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبداو على بركة الله، بسم الله وبسم الله نبداو على بركة الله. اللي غادي نحتاج لهاد الكلاص هذا ما فيش مكونات بزاف، غادي نحتاج لواحد جوج ديال العلب ديال لا كريم فريش، هذا ديال الحلوى. انا خديت هذا عندي ديال الحلوى وديال الطياب، انا غادي ناخذو الحلوى حقاش ما فيش الحلاوة. تكون العلبة ديال 200 مليلتر ياك. وغادي نحتاج لواحد 100 غرام ديال شوكولا غيش نوار، لان كعرفوا الشوكولات اللي تيكون ممتاز كيعطينا واحد المذاق رائع. وغادي نحتاج تقريبا واحد نص حك ديال الحليب المحلى نيسلي. انا خلطت هاو كيف ما كتشوفوا معايا ما بين نيسلي كاراميل ونيسلي عادي، انا كيعجبني الميلونج كيعطيهم واحد لوغو زوين. والا ما متوفرش عندكم ديروا نوع واحد، يعني الاختيار ديالكم. ما متوفرش عندكم كاع نيسلي تقدروا ديروا واحد 3 المعالق ديال السنيده، مي نيسلي كيعطيهم واحد المذاق رائع ورائع جدا. وغادي نحتاج، انا شديت هنايا غير الشكلاط شوكولا غيش بالحليب، شديتها قطعتها بحال هكا طريفات باش نلوحها باش تجينا داك القرمشه في الكلاص ديالنا. اولا غادي نمشي ندير الشوكولا الدوب ونرجع لكم. وها هو دابا بعد ما ذوبته هو الاول باش يبرد، ما خصوش يبقى سخون بزاف. هنا هذا الاناء حتى هو كان عندي في الكونجيلاتور ومسحو ما يكون فيه الماء بارد. هاد النوع هذا ديال هاد الكريمه هادي زوينه ورخيصه، ما غالياش، كدير يمكن شي 7 ولا 8 دراهم في بيم، يعني رخيصه وكتصبر. صافي دابا غنطلعها شويه ضروري. هانتوما كيما كتشوفوا معايا ما طلعتش كاع، خليتها باقي. دابا غادي نزيد عليها نيسلي، غادي نزيد، ما خصهاش تطلع كاع. انا هنايا درت نص علبه ما فوت شويه على حسب الحلاوه نتوما اللي كتبغيو، كل واحد والنوعيه ديال الحلاوه اللي كيبغي. ملي كديروا هاد الميلونج هذا غادي يعطيكم، راه قلت لها الكبار، غادي يعطيكم واحد المذاق رائع 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 بزاف بزاف بزاف. دابا غنزيد نكتر ربعة وثاني. ها هو من بعد ما نسجم ليا الخليط ديال نيسلي مع الكريمه، دابا غنزيد الشكلاط اللي هو الاول درتو حتى دفا، ما نقدروش نديرو سخون باش ما يطيحش لينا الكريمه. هنا عندي لالي الضياع، ضروري كنحيد كلشي. كيف ما كتشوفوا معايا يعني بسيط، ما كيديش منا حتى شي وقت ولا شي حاجه، والوليدات غيعجبوه. وطبقا للاصل لواحد النوع ديال الكلاص، يعني ان شاء الله ما تنبغيش نذكر الاسماء، نتوما غتذوقوه وغادي تعرفوا. وها هو كيف ما كتشوف معايا، ها هو عقد وشد في راسو، يعني طلع مزيان. دابا غادي نحيدو. صافي دابا غنزيد عليهم دوك الشوكولات اللي انا قلت لكم قطعتو طريفات، باش ملي نكونو كناكلو الكلاص يجيونا دوك الطريفات كيجيو رائعين، وضروري يكون شكلات نوع جيد.
هو تخلط معانا يعني ساهم صافي. انا هنا خديت غير اطار دائري غلفته بالفيلم اليمونتير كيفما كتشوفوا معايا صافي، وغادي نخوي الخليط فيه. غادي نقادو شي جيني متوازن وما يكونش عندي الفراغات لتحت. حاولوا ديروا معاه الخاطر حتى يتقاد كامل. دابا انا غادي نديرو في شي بلاطو باش نحطو بحال هكا باش ما يبقاوش في دوك الفقاعات الوسط. شتو انا دابا درت شنو البلاطو غندير بحال هكا، علاش؟ باش الا كانوا ليا شي فقاعات ولا هذا كلهم يطلعوا باش ما يبقاش داك الهواء لداخل باش ما يضيعش ليا الكلاص. كيفما كتشوفوا انا دابا قديته، حاولت نحيد دوك البلاستيكات هادو اللي كانوا تحت من الكلاص، جريتهم باش يبقى ليا الكلاص منه الاطار باش يجي مفيني مزيان. بحال هكا انا شي نقعدتهم كاملين هكا صافي. هنا دابا المشكله اللي عندي صافي قديتها، ودابا غادي نحاول نمسح هاد الجنيبات نقادهم. هادو اختياري يعني ماشي بالضروري ديروها غير باش كتجيكم الحاجه مفينيه ومقاده صافي. وغادي نغلفو وغادي ندخلو للمجمد، ولكن ما خصوش يجمد بزاف. بحال دابا مثلا انا درتو دابا غادي نخلي واحد ساعه ونص حتى ساعتين تما كانه، وغادي نجبدو باش ندير فيه العويدات، باش ندير فيه دوك العويدات باش يشدو ليا الفورمه ديالهم، عاد باش نخليه ديك الساعه يبات ليله كامله صافي. دابا غادي نغلفو وندخلو المجمد، وان شاء الله من بعد ما تدوز ساعتين ونرجع لكم ان شاء الله. ها هو من بعد ما جبدتو دابا حتى ساعتين تما كانه كيفما كتشوفوا معايا صافي، يعني شد فراسو. غنحاول نديمو ليه كيفما كتشوفوا، وانا حاولت نخليه قدامكم باش تشوفوا كيفاش غادي ندير. انا فعلا غنسخن الجناب هكا غير بيدي باش يبقى ليا الشكل ديالو جميل. شوفوا يعني راه باقي ما شادش فراسو مزيان، شي بسهولة كيتحيد. هنا غادي نشوفو بسم الله هكا، نعاودو نشدو في المنتصف هكا هكا، نحاول نقسم كل واحد على جوج. لانه هو هنا باقي ما شدش مزيان هذا، علاش عطانا هاد هاكا. خصني نحاول نحيد هاد الزوائد هادو، نعاود نتراسي باش ضروري ملي غادي تلج غادي نعاود صافي. دابا هنا سواء عندكم هادو سواء يعني اللي عندكم موجود ومتوفر، انا غادي ندير نحاول نخدم معكم بهذا باش نحاول نشدو باش ما نشدوش بيدي سخونه بلاتي. هاو صافي تصيب، خاصو شويه ديال الخاطر هاكا صافي. وقادو دائما وقادو داكشي اللي كيخسر لكم قادو
صافي غادي نكمل بحال هكا. نكمل بحال هكا هنا التبصيل كيدور عندي بحال هكا، فانا غنكمل بهذه الطريقه هذه حتى نكمل هاد العبيدات اللي عندي كاملين بحال هكا. صافي من بعد ما تبتهم كاملين كما كتشوفوا معايا، يعني خصهم يكونوا يعني كيف ما داخلين، صافي غادي نرجعهم دابا للكونجيلاتور واحد الليله كامله حتى يشدوا ليا فراسهم مزيان 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 عاد نخرجوا باش نزينوهم ان شاء الله. وها هو من بعد ما شد راسو مزيان زدت قسمتو قديتو من بعد ما شد فراسو مزيان وشد ليا العود، يعني عاد كيما كتشوفوا معايا كلابي كيما بغيت، يعني ما غادي يطيح ما والو. صافي هنا غادي نحط نخليه على جنب، غادي نرجعو للكونجيلاتور وغادي ندوب الشكلاط الكحل. وهنا خديت كاوكاو كونكاسي حمرتو في الفران حتى هو غادي نخدم به. دابا غنرجعو للكونجيلاتور على ما يدوب ليا الشكلاط ويدفى واحد شويه على باش نوريكم المرحله المواليه. ها هو دابا من بعد ما ذاب الشكلاط غنزيد عليه واحد الكميه، المهم ماشي بزاف، ما بغيناش يكون فيه بزاف. وخاصنا نديروه في شي اناء اللي هو غارق باش نغطسو فيه الكلاص ديالنا. نزيد واحد شويه فقط صافي، باش ما بغيناش بزاف. صافي دابا غادي نبدا نجبد ثلاثة بثلاثة باش ما يذوبش ليا الكلاص ديالي باش يبقى شاد الشكل ديالو. غنجبد ثلاثة الاولين ها هما كما كتشوفوا معايا بحال هكا بسم الله. لانه هو دغيا غادي يجمد. وهنا درت واحد التبصيل فرشت عليه الورق، انا علاش باقا كندير هكا باش يشد ليا الشكل ديالو. صافي وغادي نحطو بحال هكا، غنمشي للثاني كذلك ومثال بحال هكا. وغادي نبقى بحال هكا حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. انا كنخليه واحد شويه في يديا باش كيبدا يبس باش تيبقى المنظر ديالو زوين. صافي انا غادي نكمل بحال هكا حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي ونرجع هاد ثلاثه اللي درت الكونجيلاتور ونجبد ثلاثه اخرين. عملية سهلة بزاف. هكا غادي نخشي هادو في كونجيلاتور ونجبد ثلاثة اخرين، غنبقى بحال هكا حتى نكمل الكمية اللي عندي، من بعد ما نكمل ونوريكم الشكل النهائي ديالهم. وها هو الشكل ديالو دابا من بعد ما شد مزيان في الكونجيلاتور كما كتشوفوا معايا، شاد لا الشكل ولا في المذاق. هانتوما هي البلاصه اللي كان محطوط فيها، نوريكم الوسط كيفاش كيجي. صراحه رائع 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 صراحه، ما غتندموش الا جربتوه. وقبل ما نمشيو ما تنساوش الاشتراك، دائما تنقول عليكم والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. استودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه، فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله. الى اللقاء.